يلا بينا على الراديو 90 90. بنتكلم النهاردة عن إناكتس، وبنتكلم عن أنه نشاط طلابي موجود في 66 جامعة في مصر، وكمان بيشاركوا في مسابقة إناكتس العالمية، ومصر فازت بالمركز الأول. يعني قدرنا أن احنا نحصل على كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الخامسة من وقت بداية المسابقة والحد دلوقتي. فيعني عدد كبير جدا جدا من الجامعات، لو أنت مهتم أنك يعني تبقى رائد أعمال من بدري تقدر تشارك في إناكتس وتنضم ليهم، لأن النشاط ده موجود في 66 جامعة زي ما قلنا. وبهذه المناسبة احنا قررنا نكلم يسرى أحمد، مدير إدارة العلاقات الثقافية والدولية في جامعة 6 أكتوبر، عشان نعرف منها إزاي بقى دور الجامعة مهم جدا جدا في تشجيع الطلاب، لأن فريق إناكتس جامعة 6 أكتوبر هو طبعا اللي حقق المركز الأول وفاز بكأس العالم 2021 في المسابقة العالمية لريادة الأعمال. فمساء الفل أستاذة يسرى. مساء الخير أستاذة يسرى. مساء الخير، ازيك؟ عاملة ايه؟ اهلا بيكم. طبعا الف الف مبروك على الفوز بالمركز الاول، وعاوزين نعرف بقى او نتكلم معاكي اكتر عن دور الجامعة في انها تشجع الطلبة ان هم يشتركوا في الانشطة الطلابية، او طبعا يشتركوا في إناكتس ايجيبت، لانه فكرة ريادة الاعمال المجتمعية ازاي بتفرق جدا جدا مع الطالب وهو لسه بيدرس، لا كمان بيفكر وبيجتهد وبيشتغل. والله هو مصطلح ريادة الأعمال بشكل عام في مصر ابتدى من فترة مش كبيرة، ومنظمة زي إناكتس بتحقق للطلاب ان هم يبتدوا يكتشفوا نفسهم في سن صغير جدا، ازاي يكون هو قادر ان هو يعني ينفذ حلم معين، حلمه او ابتكره، وده بيشجع طبعا على الصعيد الآخر بالنسبة للجامعات اللي في مصر، إمكانية ان الطالب يبتدي يشتغل على فكرة البحث العلمي من هو صغير. يعني زي ما دكتور فاطمة مثلا قالت، اللي احنا عندنا بيبقى تيم اللي هو البحث والتطوير، يبتدي الطالب يبتدي يستخدم اساليب معينه في ان هو ازاي يبحث عن مشاكل، ازاي يقدر يطور من نفسه فيها، ازاي يبتدي يجد حلول حقيقيه، مش بس يكون بحث بينشر او فكره بتطرح، لا ده احنا كمان بنساعد ان هو يقدر ينفذ فعلا فكرته البحثيه دي على ارض الواقع. دور الجامعه عندنا طبعا احنا فكره الاشتراك في الانشطه، احنا تعتبر من الجامعات اللي بتشجع وتدعم جدا النشاط الطلابي في الجامعه عندنا، مش بس لإناكتس، العديد من الانشطه الطلابيه، وبيبقى مهم جدا ان احنا نوفر لهم كل ما هو يقدر يمكن الطلبه من حريه ممارسه النشاط الطلابي الخاص بيه، سواء يعني احنا مثلا في إناكتس احنا بالنسبه لهو مشروع بحثي كنا بنقدر نوفر لهم المعامل البحثيه، الطرق اللي هي تقدر توصلهم للكرة اللي كانت بنشتغل عليها في مشروع سميروز وهكذا. هايل. طيب يعني خلينا بقى، بما ان حضرتك يا استاذة يسرى كلمتينا عن سيلي روز وده المشروع اللي فاز بالمركز الاول وحصل على كاس العالم، تكلمينا اكتر عن الدعم بقى اللي تقدم للفريق ده، ومن وقت ما كانت لسه عندهم الفكرة ووقت ما بدأوا يشتغلوا عليها، زي قدرتوا انكم تدعموهم واتبعوا كل الخطوات اللي هم بيقوموا بيها لحد ما المشروع وصل للمسابقة العالمية؟ والله احنا في بدايه كل سنه، انا بصفتي كمان المشرف الاكاديمي على فريق إناكتس بالاخص، احنا بدايه كل سنه بيبتدي يتقدم لنا الشباب، بيبتدوا يشتغلوا على ان هم يقدموا اكتر من فكره، وبيتم اختيار فكره من الافكار اللي مطروحه. يعني بنبتدي اقعد مع اللي هو الفريق البورد بتاعهم اللي هو الرئيس واللي هو اللي بيرقص كل لجنه على حده، ببتدي اقعد معاهم نشوف ايه احسن مشروع يمكن نقدر ننفذه في الوقت الحالي. يعني يتقدم اكتر من فكره وبتختاروا فكره منهم؟ مظبوط، بيتقدم اكتر. يعني احنا تقدم لنا افكار كتير جدا الفتره اللي فاتت، ولكن اكتر فكره حسينا ان الموضوع فيه هيبقى فعلا يمكن نقدر نحقق الارض الواقع، ومش بس كده، احنا الطلبه الاول بتبتدي تنزل. يعني احنا اول حاجه بنعمل حاجه زي بحث ميداني، عندي مجموعه من الطلاب بيبتدوا ينزلوا الكره ويبتدوا يشوفوا ايه المشاكل اللي بتواجه القرى الفقيره والمجتمع المدني، وازاي نقدر نساعدهم في حلها. فمن ضمن الافكار اللي بتطرح ومن ضمن المشاكل اللي بتبتدي، يعني زي نعمل استبيان كده مجتمعي، احنا ايه اللي محتاجينه في مصر نقدر نطوره، مش بس في مصر طبعا، وبيبقى مهم جدا 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 ان احنا واحنا بنشوف مشروعنا اللي هننفذه في مصر، هل ده يقدر يطبق عالميا ولا لا، لان احنا في الاول في الاخر بنشترك ضمن مسابقه عالميه،
مهم جدا ان الطالب ابتدي اكون فكره ازاي يقدر يعالج مشكله محليه وعالميه في نفس الوقت. فابتدينا ننزل اخترنا مشروع ورد النيل للعدة اسباب. ورد النيل هو موجود عندنا من زمان من ايام محمد علي، ده ليه يعني تاريخ قديم. ليه تاريخ قديم بالفعل، وهو موجود في كل حته. احنا يعني احنا عندنا نيل، النيل نهر النيل عندنا كبير جدا ومليء بورد النيل اللي فعلا بينقص من المية، يعني بينقص منها معدلات مياه كبيرة جدا، خصوصا ان احنا لقينا نفسنا ان احنا كمان معرضين في الفترة القادمة ان احنا ممكن يقل مسكوب مياه النيل. فقررنا طب احنا دي عايزين نشتغل عن الاساس المية، زائد ان احنا واحنا بنبحث في البحث الميداني في المحافظات لقينا بعض القرى متضررين جدا مش عارفين يزرعوا، لان الضفاف الاراضي بتبقى على ضفاف النيل مش بيعرفوا يزرعوا من المياه اللي هي مقاربه للارض الزراعيه الخاصه بيها. ثاني حاجه ان ورد النيل بيحجب الشمس عن السمك، فبتدي سمك السمك في الحياه اللي الدوره الحياتيه بتاعته بيقل نموه لان الشمس مش بتوصل. تمام. وبيستهلك برضو من يعني احنا دي زهره، ده نبات بينمو من الميه وبيستهلك كميه كبيره جدا من المياه والاكسجين وحجب الشمس وهكذا، فده بيضر جدا جدا بالثروه السمكيه عندنا. فقررنا من هنا ان احنا لا، ده مشروع مهم، خلونا نكمل فيه نشوف نقدر نطلع بيه حلول مبتكره ازاي نقدر نساعد بيها. اهم حاجه كانت الطريقه اللي نقدر نعلم او نمكن بيها الصياد او الفلاح اللي هيشتغل على المشروع معانا بطرق سهله يقدر يتخرج منها طرق ربحيه. وبالفعل انتوا وصلتوا لحلول بيئيه لمكافحه ورد النيل، او لان انتوا تستغلوا يعني يتم استغلاله استغلال صح. ويمكن احمد حجازي من فريق انكتوس جامعه 6 اكتوبر هيحكي لنا بقى بالتفصيل عن المشروع. انا عايز ارجع مع حضرتك تاني بقى لدور الجامعه، يعني خلال السنه دي بقى اكيد بعد ما وصلتوا للقمه وحققتوا المركز الاول اكيد عايزين تشتركوا تاني وتكسبوا تاني، فايه بقى الاجراءات او الخطوات اللي الجامعه بتحاول توفرها للطلبه علشان تشجعهم يشتركوا ويدوروا على افكار، ولا بالفعل في افكار جديده بدات يعني تتقدم في انكتوس جامعه 6 اكتوبر؟ والله احنا دلوقتي بالنسبه للجامعه هم طبعا قيادات الجامعه كلها من اول رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعه والعديد من القيادات في الجامعه مفخورين بيهم جدا ان هم قدروا شباب يصل ان هو يمثل مصر عالميا وياخد المركز الاول. المركز الاول احنا كمان 2018 احنا حصلنا على المركز الثاني عالميا، يعني جامعه 6 اكتوبر ليها ليها دورين ليها سبق يعني في الفوز. فهو 2018 اللي اتحقق المركز الثاني عالميا، كان حتى بقى لها مصر فتره كبيره جدا ما حققتش مراكز دوليه، ورجعنا ثاني نحقق مراكز عالمية في إنكتس على مستوى العالم. فسنة 2018 خدنا كأس العالم، فالولاد لما قرروا السنة دي بعد طبعا جائحة كورونا قررنا إن الولاد عايزين يرجعوا بقوة، يعني إحنا فالجامعة بصراحة إحنا بنديهم كل ما هو يقدر يمكنهم من ماديات لوسائل، يعني إحنا بنوفر لهم البحث العلمي مش بس داخل الجامعة، لأ على كمان المركز القومي للبحوث، و بنوفر لهم كل امكانيات الدوله والوزارات والهيئات اللي تقدر تساعدهم لان هم يقدروا يحققوا مشروعهم على ارض الواقع. بنساعدهم في ان احنا نتواصل معاهم، نديهم الدعم الكافي اللي يقدر الطالب يدخل اي مؤسسه لا يواجه او يقابل من قبل المؤسسه الثانيه. في تعاون ما بينكم وما بين جهات ثانيه على مستوى الدوله يعني. مظبوط. يعني احنا طبعا فخورين وعايزين يعني من خلال وجود حضرتك انه نقول لكم الف الف مبروك، ودايما تحققوا كده المراكز الاولى، وبنشكرك جدا على وجودك معنا استاذة يسرى احمد مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية بجامعة 6 اكتوبر. شكرا جزيلا. شكرا جدا.